معنى آية ضعف الطالب والمطلوب؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. ويتساءل كثير من المسلمين عن معنى آية ضعف الطالب والمطلوب وتفسير الآية الكريمة. يشير معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى وضع مثلا أو جعل لهم مثلا، وطلب من الناس جميعا أن يستمعوا إلى هذا المثل الذي أنزله الله إليهم، وهو أن تلك الأصنام والأوثان التي يعبدها أهل الشرك والكفر لن تستطيع أن تخلق ذبابة واحدة، وحتى لو اجتمعت تلك الطواغيت التي عبدت من دون الله على خلق الذبابة فإنها لن تستطيع أن تفعل ذلك رغم صغر حجم الذبابة وقلتها. وفي بقية الآية يوضح الله تعالى أنه حتى لو أخذ منهم الذباب شيئا بسيطا فإن تلك الأصنام لن تستطيع أن تستعيده وتحصل عليه لشدة ضعفها وضعف ما تطلبه. وقد ورد عن ابن عباس قوله في ذلك أن المشركين كانوا يطلون أصنامهم عفوا بالزعفران، وعندما يجف يأتي الذباب ويستلب الزعفران منهم. وقال السدي حيال ذلك بأن المشركين كانوا يضعون الطعام أمام الأصنام ويقع الذباب عليه ويأكل منه، ولا تستطيع الأصنام أن ترد الذباب أو تمنعه من أخذ شيء. وفي معنى آية ضعف الطالب والمطلوب يشير ابن عباس على أن الطالب هو الذباب، لأنه يطلب ما يسلبه من الأصنام من طعام وغيره. أما المطلوب فهي الأصنام التي يطلب منها الذباب طعامه. وذهب بعض المفسرون إلى أن العكس هو الصحيح، أي أن الطالب هو الصنم والمطلوب هو الذباب. وأشار الضحاك إلى أن الطالب هو العابد والمطلوب هو المعبود.